وعلى الله تعود. أبو عبادة أبو عبادة أبو عبادة أبو عبادة يخرب بيتك، إيش نعمل؟ إيش نعمل؟ يخرب بيتك، ليش؟ إيش في؟ طبعاً أنت منين بدي أوصل لك خبر؟ بنتك صار لها أسبوع لا عم تاكل ولا عم تشرب ولا عم تحكي مع حدا منهم، إيش رح أعمل؟ شو؟ صار لازم بدي أحكي مع الدكتور خليجي أشوفه. صار بدها تدور ما في كلام. يلا يلا ولك يلا يخرب بيتك يلا ولك يلا على قدر الجرس وايضا طاردك مين ولك يا بني ادم بدك تحرق على الجرس انت يعني تفضل السلام عليكم بعرفك عن نفسي دكتور فهمان اللي حكيتوا معي عشان بنتكم مريضه اهلا وسهلا تدخل تفضل خبرونا لنشوف من شو عم تشتكي البنت ما قلتولنا ايش وجعها ايش مرضها ايش صاير معها لا ايش بها ايش بها جربان كني نازل كرت كرت حك بجسمه بلا فضايح والله يا دكتور صار لها اسبوع صار لها اسبوع لا عم تاكل ولا عم تشرب ولا عم تعمل شي بنوم اي باقي من جوعانين شرط تكون جوعانين صدق صدق بالله ليقوم حدا مزعلها لك حتى حكي حكي ما عم تحكي مع حدا منهم متوحدة بغرفة لحالة طيب انا راح ادخل اشوفها وواحد صرف من جوا تاكلهم يعني اي لا ما لنا اكلين هم منهم الله يستر هاي خدود قلي لي شو من شو عم تشتكي انت يلا لا ابو عبلا بتقول رح يعرف ايش مرض الله رح يعالجه رح تطيب على ايده بتقول اكيد 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 الله بعالجه صحيح هو كان جربان ونزل حك بجسمه بس من افضل الدكاتره بفهمه بالطبع مستوى الخلقية كلياتها ها سمعتي سمعاني الاصوات اكيد كون عم عالجه بنتكم لازم تطلع شي طلعه تغير جو لازم تعرف شي جو طلعه يعني ايوه وين بدنا ناخذها وين بدنا طالع ناخذها يعني وين بدكم تاخذوها خذوها مو لازم تاخذوها صاير معك اكتئاب نفسي لانه شو 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 رجع احكي مع صاحبك بدنا نرجع له الله يخرب بيت المصاريف الله يخرب بيت المصاريف والله نورت يا اخي والله نورت والله هي نورت اه نورت يعني نورت نورت يا اخي نورت ايش لنا ساعه والله نورت حقك علي والله حقك علي يفهم لحظه بس ما بلاقي لحظه بس يخرب بيتك عشان اسميك ولزقه نورت نورت مسحي السيارة تمسيحها كويسة ونظفها يلا انزلوا شو استنوا انتو لا شاد ليرتين لا عم يضل وحدك كحتي لا بس ما شاء الله المزرعة كتير حلوة كتير 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 حلوة يعني ايه والله ابوك اول مرة بيعمل شيء منيح بحياته شو بتعرفي هاي المزرعة بيك فيها انت ايش قد اجارها؟ بتعرفي؟ قولك افهمنا افهمنا والله بخش طبلة ادب انا طول طالب وانت عم تقول لنا غالية وايش قد اجارها؟ والله عرفنا هي غالية ها؟ حاجة تبان لنا بعدين نحن هيك جايبينها كرمال خدوج كرمال طعمها الوحدة اللي فيها وكرمال تنبسط ما قلتيني خدوج شو شفتي بينا ان شاء الله حلوة؟ بتقرف بتقرف ماني طايقة شي من نوم انا شو؟ عم تمزح والله عم تمزح بس هدو شغلي انا حق علي ورقلتوا بالباركو انتو انا حق علي سرقتكم جيتوا حيط مصاري كمان
عمو عمو انت صاحب المزرعة هاي مو انت صاحبه؟ هذا منظر صاحب مزرعة هاي انا حارس فيه. حارس؟ ليش ممكن يدخل علينا حرامية لهون يعني؟ ليش مين بيستجري يقرب على المزرعة وانا هون علي الطرباء والله بشرحه. ايوه الله عمو البطل. صار بدنا شوية فرفع شباب. يلا خد دوج العبي. يلا شوف يلا شوف يلا. علقتهم. على مهلك ربين مين؟ على مهلك. مين ضربها يا راسي؟ ليش هيك عملت امي؟ ليش هيك عملتي؟ اي حيواني ما انت ضربتيها عم تلزقيها فيني؟ اقسم بالله لاعمل منك صينية معكروني بشاميل دايلة بدك والله ما دخلني انا الشبح انت؟ وين بدك تروحي؟ دايلة هون يعني ما فيني هاي دايلة هون موجودة؟ أنا مو جاي نينو ولا حتى أنا مو جاي نينو حتى أنا مين عسل تعرف شو؟ شو؟ إيش في؟ طلع إيش في معي؟ عم تفكر اللي عم بفكر فيه؟ الحارس تبع البيبي يلا لحقني فورا لحقني لحقني بسرعة يلا جاي عليك يا سيد الكل نفسي يخرب بيتك حرامي 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 ولحوينه حرامي حرامي ولحوينه حرامي ولحوينه لحوينه حرامي يخرب بيتك يلا يا اولاد مشان تفطروا يلا يلا شو بتأخروا على الفطور يلا يلا انا قربت اخلص الفطور ها خالص يلا ام عبده روحي فيان روحي شو يفطر روحي فيان شو يفطر بسرعه يلا مين فيان بتعرف مين فيان فيان هذا شحاده بيته بده ينزل يسبحه انا فيان الله حيوه الله حيوه الله حيوه الله حيوه استنى استنى وين رايح انت الشبح بابا اكيد مين رايح ارقص رايح اسبح يعني لا 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 تعال افطر الاول تعال افطر بعدين انزل اسبح يلا لا بابا اصطر علميا ما بصير اكل وبعدين اسبح تجيني سكتة قلبية بسبح بعدين باكل وعلميا كمان اشهاطي ممكن يخليك ما تعرف تسبح قبل ما يعلم على جلدك بروق افطار بعدين اسبح المسبح ما راح يطير لا غرتين تجي الحقيقة بصراحة افطر بعدين افضل افضل وين الباقيين؟ وين مجودة؟ برا وضع بدل اطلع سخن اكون برا بلعب العاب اطلع سخن لا لا اكيد عم تمزح مجودة اكيد عم تمزح
علي حملتك وما طلعت عليك رحمة قلبي. يس قدرت احبس نفسي تحت المي كتير. شو هاد؟ قدرت احبس نفسي تحت المي 10 دقايق كاملين. طلعت زهرة بلا ما اجي اباركك انا ساعتين تحت المي مو ساعة. طاع يلا 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 يلا. لك يلا العبوا العبوا يا بقى ارسلكم. في حدا عم يمشي برا تبتكم طلع بما عندك حرامي. لا تعتبرني عم ادخل بشغلك، يعني هذا شغلك وانت حر فيه. بس كنصيحه لك انا عندي هون ما في شيء تسرقه. خزنه المصاري تحت عند ابوي بالغرفه مشانك. ايش عرفك تحت فيه؟ بيتنا يعني ما احلاني وما اعرف. حرامي حرامي حرامي. ايش الصوت برا؟ في صوت برا هلا. ابو بدر ابو بدر بطيخ. والله سمعت انا صوت في حدا برا. We'll be right back.